السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ من هم شياطين الانس؟ علشان نعرفهم لازم الاول نعرف شياطين الجن، وربنا سبحانه وتعالى وصف لنا حال شياطين الجن في القرآن. ربنا اخبرنا ان من الجن من هم مسلمون ومنهم كافرون وعصاة، يعني هم حالهم زينا. لكن ابليس هو من الجن، لكن عمل حاجة اذا عملها اي حد سواء انسي او جني فهو هياخد نفس حكمه وليه نفس مصيره. عمل ابليس فسق عن امر ربه في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني عصى ربنا؟ لا، ما عصاش ربنا. أمال عمل إيه؟ الفسوق غير المعصية، الفسوق هو الخروج من الدين. طيب الشيطان الإنسي بقى هو بقى زي الشيطان اللي انت شفتيه دلوقتي، يعني ده حاله بقى، مش واحد شرير كده وبيحط على الناس وبيزهقك في عيشتك، لا مش هو ده، ده كافر حضرتك أو منافق وفاسق، يعني مش بيعمل ذنب ولا اتنين، لا ده لا يطيع الله في أي شيء وماشي بيغوي في خلق الله، يأمرهم بالمنكر وهدفه إن هو يوقع الإنسان في الكفر، وبيكون كده مش باين. يعني تشوفيه كده تفتكريه راجل محترم او ست مؤدبه او ست بنت ناس او مثلا راجل عالم وقديس، لكنه بيستخدم الطريقه اللي هو بيعملها دي كحيله للوقوع للناس فين؟ في المشاكل؟ لا، في الكفر. وهو عارف انه مؤثر في الانسان، يعني هو عارف ان الانسان عنده شهوه، هو عارف ان احنا بنخاف، عارف ان احنا بنحب الفلوس، فهو بيدخل لنا من المدخل ده. في سوره ال عمران: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني بيخش لك من مدخل الخوف، بيبعت لك حد يخوفك، يعني هو دي الطريقه، يعني الاساليب اللي بيستخدمها معانا. برضو ممكن الشيطان الانسي يلعب نفس الدور، يخوفك، يقولك طول ما انت لابسه حجابك كده انت مش هتتجوزي، طول ما انت قاعده في البيت كده مين هيشوفك، انت بكره لما تكبري جوزك هيرميكي، لانه عارف ان دينا قد ضعفنا عندنا كلنا يعني. وكمان يعني يسكت لغايه ان هو يبوظ الدنيا بقى وكده، لا ازاي، خش في الاخر كمان، ويبتدي بقى يسالك اسئله وليه ومش ليه، ويلقي في قلبك الشبهات ويديكي معلومات غلط، وطبعا انت جاهله وما انتش عارفه راسك من رجليكي بتشرب المقلب. يعني الشيطان بيلقي الشبهات على الناس، فبيغرقنا بقى في حب الكسل والبعد عن طلب العلم، وبيخليكي ما تقعديش تفكري بقى في حقيقه كل شيء بقى، وتقعدي تدعبسي هتوجعي دماغك، قوم يا بنتي كلي لك لقمه حلوه واتفرجي على حاجه وانسي، يقوم يا ابني اشرب لك حاجه سجارتين يفوقوك، روح يا ابني اقعد مع الشله دي عشان ينسوك نفسك خالص، ابعد ابعد ابعد. هو بيحاول يبعدنا بكل الطرق عن فكره ان احنا نتعلم. في سوره النساء بيتحدى ربنا وبيقول له ايه: ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام. هو ده حال مين؟ شيطان الجن وشيطان الانس، برضه بيضلك، يقولك الحجاب ده مش مذكور في القران ولا هو من الدين، ولا امنينهم، ما تقلع الحجاب هتشتغلي وهتبقي غنية ومستقلة وجوزك هيحترمك وكده، ولا أمرنهم فيوهتكن أذان الأنعام. شفتي مناخيرك كبيرة ازاي؟ شفتي خدودك؟ بصي شفتي وشك مطفي ازاي؟ لا روحي انفخي بقى وشفطي والكلام ده كله. ولا أمرنهم فلو غيرنا خلق الله. هي بقى مفكرة نفسها كده بقى بقت حلوة بقى، لما ضربت مكياج بقى وضربت خدود وشفايف خلاص كده بقت فاتنة بقى، والله ما ازدادوا إلا قبحة. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني بيسمع كلام الشيطان وكل الوساوس ما شاء الله فريرة يعملها. خش السينما يا ابني وعكس البنات، حاضر، روح صلي وروح المسجد، لا، فكده هو ايه؟ اتخذ الشيطان ولي، ولي يعني حبيب وصاحب. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسر ايه اللي عمل كده؟ خسر نفسه. في آية تانية ربنا بيقول لنا: ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. يعني نفسك معرفتش تحافظ عليها فهتتألم وتتعذب في الآخرة، وكمان هتتحرم من الناس اللي انت كنت بتحبهم في الدنيا واللي دخلوا الجنة. وكمان برضو يعني متحبيش بقى عشان يزيدنا عذاب بقى، ما هو مش بس يعني كفر وبس، لا ازاي، يعني بيستخدم برضو طريقة ان احنا بنزهق وما عندناش صبر وبنتخنق وبنتأذي وبنتألم نفسيا وجسديا، لا تعالى بقى ايه، سلط عليهم الناس، سلطنا على بعض بقى.
في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني ربنا ما ساب لناش حاجة، أهو بيعرفك ده عدوك وده أنتي، تفضلي اشتغلي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ده برضو دور شيطان الإنس، بيوقع ما بين الناس وبيشوف الحاجات اللي ممكن توقع بينهم زي الخمر والميسر ويحببهم فيها، ويشوف الحاجات اللي ممكن تخليك تقربي من ربنا وتدخل الجنة يمنعك، يقفل نفسك تقولي كده مش مقبلة كده، مش حاسة ان انا عايزة كده اقرأ قرآن مقفولة كده، هي دي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لانه هو عارف ان دول هم دول البداية بتاعتك عشان تبتدي تتعلمي وتعرفي راسك من رجلك، برضو بيصدك عن دول. وبيحرض بقى على الفواحش، يعني مش كله بقى خناقة يعني، لا ازاي، شهوات، بص على البنت دي، شوفي الراجل ده بيعمل ايه مع مراته، شوفي الراجل ده قد ايه حنين على الست بتاعته مش زي اللي معايا، يعني بيبتدي يشتغل برضو على نقاط ضعفنا، وهي الشهوات والضعف اللي هو والحرمان والاحتياج، كل ده كله بيشتغل عليه ويحرضنا على فعل الفواحش وينشر بين الناس الى الكذب، ده برضو من أفعال شياطين الإنس. يعني اللي عمل قنوات إباحية هو ده من شياطين الإنس يا جماعة، اللي عمل السلاح والتاجر وباعه للناس في القبائل عشان يقتلوا بعض، ده من شياطين الإنس يا جماعة، هما دول شياطين الإنس، مش جارتك اللي جنبك اللي بترمي الزبالة قدامك، لا لا مش هي دي من شياطين الإنس. فالشخص النرجسي هو أحد الأشخاص اللي بيستخدمها الشيطان لنشر الفساد، يعني هو مش شيطان لكنه أداة، زي ما أنا قلت لكم في المرة اللي فاتت إن النرجسي إيه؟ شخص غير ناضج، بيبي عنده 5 سنين، فيعني سهل إن أنا أقود طفل عنده 5 سنين صح؟ أي واد في الشارع كده أقول له تعالى يا حبيبي أجيب لك حاجة حلوة يجي ورايا، هو نفس الحكاية، الشيطان بيصطاد الشخص النرجسي ده، عارف إنه عبيط وهبل وكده وما بيفكرش وأهوج وماشي ورا رغباته وشهواته، تعالى يا حبيبي أنا إيه هضيعك وأخليك تضيع غيرك كمان، بيستخدموا النشر الإيه الفساد، يعني مثلا يحرض الزوج النرجسي إنه يعذب زوجته اللي هي الضحية نفسيا، يبتدي معاها سنة سنة، في الأول يزعق لها وبعدين يروح للتانية الضحية يقول لها اسكتي، ما كل الستات بيحصل لها كده، هتخربي على نفسك، وبعدين يقول له ايه حلو قوي برافو عليك كده شكمتها، يلا بقى بص انت تذبح لها القطة، مع أول ما تطلب فلوس اديها علقة عشان تحرم تطلب فلوس تاني، تاخد هي العلقة الضحية محترمة أو تتضرب بالقلم على وشها قدام الناس، يعني يكسر كرامتها ويحط كرامتها الأرض، ترجع هي تقول أنا مش عايزة فضايح، أنا مش عايزة أصوت ولم الناس، أنا خايفة يحسن أرجع لبيت أهلي تاني ويتعمل فيا ويسوي، اسكتي يا بنت وعديها حاجة بقى وخلاص وموقف وعدى وإن شاء الله مش هيكررها تاني. يعني الليلة دي كلها شياطين في شياطين، الشيطان حرضه على انه يضربها عشان تبطل تطلب فلوس، وحرضها انها تسكت عشان ما تخاف، خافي من الفضايح وخافي من الطلاق وعواقب الطلاق، مع ان سبحان الله يعني يا ربنا لما قال حكم من اهله وحكم من اهلها، هل ده كان ربنا يعني بيفضحهم قدام الناس؟ ما كده الاهل اتدخلوا كده، دي الفضايح اهي، يعني الحل اللي ربنا حطه اللي في العلاقات الزوجيه، لا الشيطان سمه لنا اسم تاني، دي فضايح، والطلاق اللي ربنا حطه عشان ينجد الزوج من الزوجه العنيفه العنيده دي عشان يحرره منها، اداله نعمه الطلاق وحرر الزوجه من قيود الزوج الظالم ده بحاجه اسمها الخلع، لا ازاي نسمي الخلع والطلاق ايه؟ هدم البيت، حلوة قوي كده، حلوة واستمروا بقى، هي خافت من هدم البيت والطلاق وهو خاف برضو من الطلاق يحسن برضو العيال ومش العيال والكلام ده كله، ونحطكم بقى مع بعض يا حلوين ونلعب في دماغكم لغاية ما تحصل الجريمة بقى، جريمة قتل، جريمة خيانة، هو ونصيبهم بقى. يعني النرجسي ده لعبة في ايد الشيطان،
فوانت بتتعاملي مع زوجك النرجسي او انت بتتعامل مع مراتك النرجسية، لازم تبقى حاطط في دماغك ان في شيطان بيقودها، فيعني تبقى واعي لدوت وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ترقيها، ترقيه، تقرأي سورة البقرة، وادفع بالتي هي احسن، هات لها هدية، كلمي بالراحة، سيسيه كطفل، بس برضه في نفس الوقت ايه، خدي حقك اذا تجاوز، استخدمي الامكانيات والمتاحة ليكي في اصلاح الزوج الناشز ده او الست او الست الناشز دي. لازم برضو ليهم طرق للعلاج، استخدمي برضو الطرق دي مع طرق الذكر والعبادة والصداقات، بس وانتي حاطة في دماغك ان الراجل ده اللي بيحركه شيطان، فما تعينيش بقى الشيطان عليه بقى، ما تقوليش الكلمة الجارحة بقى، ها ما تقولهاش بقى، تعيرهاش بحاجة هي حكتها لك، ما تسخنوش بقى الدنيا، اعرفوا ان في شيطان قاعد في بينكم مستني بس كده ايه، يعني لحظات الغفوة يبتدي يوسوس، لحظات البعد عن الذكر يبتدي يحرض، لحظات القعود قدام مسلسل يبتدي يسخننا ويفكرنا، لحظات القعاد على القهوة يبعت لك واحد يسخنك على مراتك، ولا واحدة تحرضك وتقول لك يا عيني غلبان ازاي بتعمل فيك كده. لا، في حاجة اسمها نقاط ضعف، في حاجة اسمها احنا بنضعف، فاللي بيحمينا يا جماعة من الحاجة دي كلها هو الصلة بالله المستمرة، مش بس في الصلاة، لا على طول في حالة اتصال بالله سبحانه وتعالى. فالمفروض نعمل ايه بقى مع النرجسي ده يا جماعة؟ نأخذ على يده، يعني هو ممكن نعتبره ظالم، فربنا قال لنا ما تتعاملوش مع ظالم شيطان، نأخذ على يده، خدوا على يد الظالم. طيب السايكوباتي بقى ده ايه؟ ده واحد برضو عقله تعبان كده، برضو مفاهيم الحياة عنده متلخبطة، حط عليهم كمان طبع عنيف وسوء خلق وجرأة ومفيش دين، خلاص هيبقى ايه؟ مجرم، لكن برضه مش شيطان، يعني محتاج مثلا يتسجن، يتجلد، يتضرب، نفي، في طرق يعني في التعامل مع الشر ده هيخليه يبطل يسمع كلام الوسوسه. طب الشخص الضحيه ده يعني ما عندوش بقى شيطان ملاك بريء؟ لا، الحقيقه ان الشيطان برضه مش سايبه، وبيتعامل معاه بطريقه مختلفه، بيسلط الناس عليه ويرجع يقول له سامح وعدي، هتدعي عليه؟ لا، ما تدعيش عليه، على اللي ظلمك حرام، وما تاخدش حقك، يا بخت من بات مظلوم، ويفضل يخليه يتنازل عن كرامته وفلوسه وقته وصحته لغاية ما يتعب خالص ويرجع يقول شفت عمال تقرأ قرآن وتدعي وانت راجل محترم والناس برضو مش سايبك في حالك، ده انا لو كنت يعني بعمل وبعمل وبعمل زي الناس دول ما كانش حصل فيا كده. فطيبتك دي بقى مش هتنفع، انت لازم تكون شرير زيهم، خد حقك بقى بدراعك، سيبيله البيت او خونيه او خونها، انتقم من نفسك، احرق دمه بقى واسرقيه، يعني بيصنع من الضحية شخص ظالم ويسيبها بقى على كده ازاي؟ لازم كمان يخبط في العقيدة وتبتدي بقى تتهم ربنا، انت السبب، ده انا عمال ادعيك انك تموته، مش عايز تموته، انت سايبه ليه؟ شفت ازاي؟ وبكده انتصر الشيطان في الوقوع بكل الناس وبكل انواعهم وطبعهم. طب الحل، شوفي سيدنا ابراهيم بيقول في سوره البقره، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. يعني هو ده الحل، ان احنا نتعلم. امال القران نزل ليه؟ عشان نتعلم، كده هو القرآن. طب وفي ايه؟ في كل حاجة، في مثلا في علم عن ربنا، يعني من هو ربنا وايه هي علاقتنا بربنا وايه امكانياته وقدراته وصفاته وازاي ارضيه وازاي اتواصل معاه، طب وازاي لما ادعي يعني هيستجيب لي ازاي، الحاجات دي كلها موجودة في القرآن بس احنا ما حدش علمنا. وكمان مين هم الملائكة وعلاقتنا بيهم ايه، ونفسي دي اتعامل معاها ازاي وازاي اقودها عشان ادخلها الجنه، ومين هم الناس وازاي اتعامل معاهم عشان يكونوا سبب لنجاتي من النار ودخول الجنه، طب مين هم الجن وازاي احمي نفسي منهم، كيف انجو من مكر الشيطان حتى ادخل الجنه، وما هي الدنيا وما حقيقتها وكيف اعيش فيها وكيف انجو ولا افتن بيها وادخل الجنه، طب وايه هي الاخره واعمل ايه عشان انجو من العذاب في الاخره وادخل الجنه. يعني 6 علوم المفروض ان احنا كلنا نتعلمهم. إن شاء الله المرة الجاية هنبتدي نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وحقيقة التعامل مع ربنا وحقيقة التواصل وإيه موضوع الدعاء اللي ما بيستجابش ده، ويعني هو ليه ربنا بقى سايبنا والحاجة دي كلها اللي بندور في دماغك دي كلها. إن شاء الله لما تتعرفي على ربنا مش هتقولي الكلام ده تاني، ولما تتعرفي على حقيقة الدنيا مش هتقولي الكلام ده تاني، وتفهمي الحقيقة وتهدأ نفسك وتعرفي إن شاء الله بالعلم ده تستعيني بالله، ولما تستعيني بالله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينجيكي من كل همومكم وكل احزانك، وتكوني ان شاء الله من الاولياء الذين لا يخوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني امنه في الدنيا
وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.